انتقلت رقصة كيكي الشهيرة لأعماق البحر الأحمر بعد انتشارها في مختلف أنحاء العالم، فقد تداول عدد من الغطاسين بالبحر الأحمر فيديو لسائح أجنبي يمارس رياضة الغطس في أعماق البحر الأحمر وهو يرقص كيكي مع أسماك القرش. وأكد حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة أن هذا الفيديو يعد ترويجا لرياضة الغطس في البحر الأحمر وعدم وجود أي مخاوف من وجود أسماك القرش. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding?